مرحب بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 69، وعنوان حلقتنا الراوي البخاري يرفض إن لله حقين. وفي حلقة النهاردة هنقول مفاجأة جديدة بتتقال أول مرة في قناة فضائية. إحنا عرفنا إن التفويض والتأويل هم وجهان لعملة واحدة، وهي نفي حقيقة الصفات. ونروح لفتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر، ونشوف شرح الأشاعرة للحديث في صحيح البخاري، ونشوف مع بعض الحديث الأول بيقول إيه. حدثنا خالد ابن مخلد إلى أن يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن، فقال له مه؟ قالت: هذا مقام العائز بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ سورة محمد 22. والحديث زي ما حضراتكم بتشوفوه على الشاشة، وأهم جزء من الحديث اللي هتكلم عنه عن النبي خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن. والحق يعني معناه الخسر، يعني باللغة العامية الوسط. يعني لو حطينا معنى الخسر أو الوسط في الحديث هيكون بالشكل ده: عن النبي قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقه الرحمن، أو فأخذت بخسر الرحمن، أو فأخذت بوسط الرحمن. يعني حسب نص الحديث إن لله خسر أو وسط بالعامية. وأنا قبل ما أكمل كلامي عاوزة أربط بشكل سريع بين إن لله خسر وإن أو وسط يعني، وبين حديث تاني، ومش عاوز أعلق كتير، لكن اللي يحاول يفكر في كلامي هيفهم أنا أقصد إيه. ونشوف الحديث الأول عن النبي قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقه الرحمن، أو فأخذت بخسر الرحمن، أو فأخذت بوسط الرحمن. ونروح للحديث التاني اللي عاوز أربطه بمعنى الحديث الأولاني، يعني عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي يقول: اهتز العرش الموت سعد ابن معاذ. ولاحظوا حضراتكم في الحديث الأول الله ليه خسر أو وسط، والحديث الثاني يهتز العرش. طبعا العرش اهتز لأن الله اهتز برضه. ولو جمعنا الحديثين هنقول إيه؟ الله ليه وسط، ولما مات سعد الله هز وسطه فرحا بموت سعد. وأنا مش عاوز أشرح أكتر من كده، لان مش ده موضوعي، لكن بس دي دعوه لاي مسلم انه يربط بين النقل وبعضه ويحاول يعرضه على العقل. وده طبعا عنوان برنامجنا اصلا: النقل ام العقل. واكمل كلامي عن الحديث ونشوف مع بعض. عن النبي قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فاخذت بحق الرحمن، او فاخذت بخسر الرحمن، او بالعاميه يعني فاخذت بوسط الرحمن. ونشوف مع حضراتكم شرح ابن حجر للحديث ده وايه اللي فيه مفاجآت كتير. وبرده هنشوف مع حضراتكم مفاجأة هتسمعوها لأول مرة عن عقيدة ولاة الحنابلة الوهابية. قوله: باب وتقطعوا أرحامكم، يقول لنا إيه؟ وفي رواية ابن السكن: فأخذت بحق الرحمن، وفي رواية الطبري: بحقوي الرحمن بالتثنية. قال القابسي: أبى أبو زيد المروزي أن يقرأ لنا هذا الحرف لإشكاله. وزي ما حضراتكم شايفين على الشاشة الصفحة اللي فيها شرح ابن حجر للحديث، أول مفاجأة ينقلها لنا ابن حجر وهي رواية الطبري. وفي رواية الطبري بيقول: بحقوي الرحمن بالتثنية، يعني إن الله له حقوين، يعني خسرين أو وسطين. يعني ممكن يكون تحت إيد الله اليمين خسر أو وسط، وتحت إيده الشمال خسر أو وسط تاني. عشان كده لرواية الطبري بتقول إن الله له حقوين أو خسرين أو وسطين. وده اللي هيكون السبب الأساسي للمفاجأة اللي هتسمعوه لأول مرة يا مسلمين. ونروح لبقية شرح ابن حجر ونشوف هيقول إيه. قال القابسي: أبى أبو زيد المروزي أن يقرأ لنا هذا الحرف لإشكاله. قال القابسي، يعني واحد اسمه القابسي، بيقول إنه أبى أبو زيد المروزي أن يقرأ لنا هذا الحرف لإشكاله. أبى يعني رفض، يعني مرضيش إنه يقرأ الحديث. عن النبي قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن،
أو بخسر الرحمن أو أخذت بوسط الرحمن، لأنه مش راضي إن الله ليه وسط أو خسره. زي ما قلنا قبل كده، لو ربطنا بين إن الله وسط أو لله يعني وسط وخسر، وبين حديث اهتز العرش الموت سعد، هيكون إن الله هز وسطه فرحا بلقاء سعد. وكل اللي في العالم العربي يعرفوا يعني إيه معنى الكلام ده. وخلينا نروح مع حضراتكم لكتاب وفيات الأعيان لابن خالي كان، عشان نعرف مين هو أبو زيد المروزي اللي رفض إنه يقرأ الحديث اللي فيه إن الله ليه وسط. أبو زيد محمد ابن أحمد ابن عبد الله ابن محمد المروزي الفشاني الفقيه الشافعي، كان من الأئمة الأجلاء حسن النظر، مشهور بالزهد، حافظا للمذهب وله فيه وجوه غريبة. أخذ الفقه عن أبي إسحاق المروزي، وأخذ عنه أبو بكر القفال المروزي، ودخل بغداد وحدث بها، وسمع منه الحافظ أبو حسن الدقطني ومحمد ابن أحمد ابن القاسم المحملي، ثم خرج إلى مكة فجاء ورا بها 7 سنين وحدث هناك بصحيح البخاري عن محمد ابن يوسف الفرابري. قال الخطيب: وأبو زيد أجل من روى هذا الكتاب. طبعا لو حضراتكم بتتابعوا معايا على الشاشة هتشوفوا إنه كان من الأئمة الأجلاء، حسن النظر، مشهور بالزهد، حافظ للمذهب، لحد ما نوصل للمفاجأة. شوفوا معايا: ثم خرج إلى مكة فجاور بها 7 سنين وحدث هناك بصحيح البخاري عن محمد بن يوسف الفرابري. قال الخطيب: وأبو زيد أجل من روى هذا الكتاب. ونلاحظ: وحدث هناك بصحيح البخاري عن محمد بن يوسف الفرابري. ومحمد بن يوسف الفرابري ده يعتبر من أعظم رواة صحيح البخاري على الإطلاق. ونكمل ونشوف. قال الخطيب: وأبو زيد أجل من روى هذا الكتاب، يعني بشهادة الخطيب يعتبر أبو زيد أعظم من روى صحيح البخاري عن تلميذ البخاري اللي هو محمد بن يوسف الفرابي. تصور معايا مسلم إن أعظم راوي لصحيح البخاري يعني حافظ صحيح البخاري وبيروي أحاديث، لما جاء عند الحديث ده عمل إيه؟ عمل زي ما نقل عنه ابن حجر في شرح البخاري. ونشوف مرة تانية: وفي رواية ابن السكن فأخذت بحقه الرحمن، وفي رواية الطبري بحقوي الرحمن بالتثنية. قال القابسي: أبا أبو زيد المروزي أن يقرأ لنا هذا الحرف الإشكال، يعني ما كانش عاوز يقرأ الحديث لأن في إشكال، والعقل هنا توقف تماما أمام النقل وقال إيه الكلام ده؟ معقول الله ليه وسط وخسر، وسطين وخسرين؟ يعني لو إحنا قبلنا رواية إن الله ليه وسط واحد وخسر واحد، ما نقدرش نرفض إن الله ليه وسطين وخسرين، كلهم حديثين عن الرسول. فأبو زيد راح قال إيه؟ فقال أبو زيد: مش عايز، أنا مش هقدر أقرأ الكلام ده، شوفوا غيري، أنا مش فاضي، أنا مش هقدر أقرأ الحديث ده. فيقول لنا كده: قال القبيسي أبو زيد المروزي أن يقرأ لنا هذا الحرف لإشكاله. ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. شفنا بحلقة النهاردة حديث في البخاري عن النبي: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن. ومعنى الحق هو الخسر أو الوسط، يعني الله في الحديث ده ليه وسط. وفتح الباري بشرح صحيح البخاري بشرح الحديث قال إن في رواية ابن السكن فأخذت بحق الرحمن، وفي رواية الطبري بحقوي الرحمن بالتثنية. وقال القابسي: أبى أبو زيد المروزي أن يقرأ لنا هذا الحرف الإشكاله، يعني الله طلع مش ليه وسط واحد، لا لي وسطين. وأبو زيد المروزي اللي بيعتبر واحد من أئمة الأجلاء الحسن النظر، مشهور بالزهد وحافظ للمذهب، رفض إنه يقرأ الحديث، وعقله رفض الحديث. وتابعوني الحلقة الجاية عشان نشوف مفاجأة تانية في نفس الحديث، والتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة، فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقلك، وده يرد بعقله وتنكر بعقلك.